امضي لي هنا علشان هي ما بتتكلمش ولا ايه؟ لا اصلها تعبانه شوي. الف سلامه. ده انذار بالطاعه من جوزك. خلاص خلاص فهمت. عندي وخلص يوم.
يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعيني. يوم ورا يوم حبيبي مجانين وحبيبي اديني مريم. ايه المفاجاه الجامده دي؟ ده انت هو انت ولا انت مش انت؟ لان الحاجات دي مبقتش مضمونه يعني اليومين دول. لا انت عادي. طب تعالي انا كده وحشاني البرفيوم بتاعتي. اقعدي بس اقعدي. انت مالك مقلقه ليه؟ في ايه؟ في ايه يا مريم؟ في ايه يا مريم؟ ده انت مراتي وانا جايبك من الشارع. تعالي بس تعالي. الله في ايه؟ ده انا قلت عيلتي اول ما جالك الانذار وقلت معايا المفتاح وعارفه العنوان. وبعدين انا زعلان منك. لا بجد زعلان منك. ايه اللي انت لابساه ده؟ مفيش حته كده شفتي شي حاجه بترتر بتلمع. بيبي دول من اللي موجودين جوه. الله. طب انت جايه ليه بقى؟ اللي هو ايه ده؟ انت جايه عشان عايز تطلعي؟ قولي لاختك خليها تجيب الخمسة مليون وانا ارمي عليك يمين الطلاق تاني يوم. على تاني يوم ليه؟ ده انا اطلقك في ساعتها واديك الفيديوهات والشرايط وكل حاجه والصور. بس لغايه ما ده يحصل بقى انت مراتي يا حبيبتي. تعالي بس جوه كده نظبط بعض. طب وحياة امك مفيش خروج من البيت بقى على فكره. لا خفت انا والله. ارمي يا بنتي هبل البتاع اللي في ايدك دي. ارميها. ليسي انت يا عم ليسي. ايه ايه الحكايه؟ مش عربيته المركونه بره دي؟ ايوه هي عربيته. يعني جوه المفروض. وسعيلي بقى كده شويه بقى. ايوه يا جماعه ما تظلموش يا جماعه. ممكن يكون بيستحمى بس ولا كده يكون نام. نام ازاي يعني؟ يورينا هسبقك عشان ارتب القعده وبعد كده يجي ينام. تتكلموا كده يا مش كلمه. بيردش يا جماعه. انا سمعت جرس جوه وبعدين انتوا ازاي ما سمعتوش؟ انا بيتهيألي ان انا سمعت جرس بس انا مش متاكد بصراحه. يا جماعه انا مش بيتهيألي. انا متاكد ان العيال ده جوه. طب لما هو جوه منفض لنا ليه؟ ممكن يكون شاطط واحده كده ولا واحده كده ويظبط حاله. انت قاعد عبيط يا ابني. وليسي بتاع الحركات دي ليسي بيبقى مركز قوي في اللي بيقع عليه. سنين معاه جوه دي مش شاطط. طب احنا هنفضل واقفين كده كتير ولا هنمشي ولا هنكلمه تاني ولا هنعمل ايه؟ كان عندي فكره. انا هكسر الباب وهقفشه متلبس. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يلا بينا. ايه يا جماعه انتوا عايزين تخسروه ولا ايه؟ ما تهدى. ما خسرنا بالحركه البلدي اللي عاملها فينا دي. اهو شوف بيقول لك ايه؟ يا اخوات افتح لنا عادي. احنا مش هعمل حاجه ولا هقطع عليه. هنتفرج بس. إليسي افتح.
يا ليسي افتح يا ليسي. افتح يا موكوس. ايه ده؟ استنى استنى استنى، ده بعت مسج يا معلم. بقول لك العيال الواطي ده جوه وسمعنا. ومش لوحده فعلا. يقول لنا نلم الدور كده ونمشي عشان ما وقع. نمشي ده عند ام لولو. تعالى وعلي بقى كده يا معلم. تعالى. هتعمل ايه يا مجنون؟ شوف انا هعمل ايه. انت هتقعد تتفرج عليا؟ خلاص خلاص اهو. ادي هخبط اهو. تستفيدوا ايه بس لما تعملوا معاه كده؟ هتخلوه يخسر الموز اللي هتجيب له هدايا وتاخدوها انتوا منه بنص الثمن؟ يلا 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 سيبوه براحته. يلا بس كده يعني؟ خلاص بقى. في ساعه رولك اوريجن ب 10000 جنيه يا شريف. هو يعني كان دافع حاجه من جيبه؟ مريم،